كنا خريجين كنا خريجين من مختلف المحافظات. شو خلصت؟ قصة عشق ثم فرحتان ثم زواجان، وقل إن أولهما زواج كان يحلم به العراقي على مر سنين طوال، زواج يعيد الثقة ويحقق الأماني، وما الأماني إلا صبر ساعة ينتظر العراقي نهايتها ليبزغ عرس عراقي بحجم وطن. القصتان بين يدي رئيس الوزراء، وما على العراقي إلا الفرحة بالأمل. الفرحة الأولى أمنية زواج بمباركة رئيس الحكومة، متعطشا هذا المتظاهر يفشي للكاظم قصة عشقه التي باتت 10 سنوات. الفرحة الثانية مشهد يغسل العراقي وجهه 10 مرات، أهو في حلم أم في حقيقة؟ لكنها الحقيقة التي يرسمها الكاظمي بخيط الأمل، ويربط على عزائم العراقيين بالوقوف معهم صفا واحدا لأجل العراق. مشهد لم يألفه العراقيون من قبل، فوجوه الساسة والحكومات المتعاقبة لم تقترب بألفة ومودة إلى العراقيين كما فعل ويفعل الكاظمي. فما يجري ليس مجرد زيارة اعتصام لم تحدث من قبل، بل أنه يشارك الجموع مخاوفهم فيحذرهم كأنه منهم. أغلبكم متزوجين عندكم أطفال؟ متزوجين وأطفال. ذكروا بأطفالكم. الآخرين ما يفكرون بأطفالكم، دير بالكم. صحيح. والله نعرف وأملنا بالله. فخلينا نفتح فرصة، تعال ابني يلا. هو منهم، هكذا يطمئن العراقيون، يقول لسان حالهم: تأملنا فيك خيرا فأنت منا ونحن كلنا للعراق. ثم بالرفاه والبنين يعمر الحب بيت العراقيين، فيما ترتسم المخاوف من أن ينقطع خيط الأمل. وما الرسالة إلا واضحة صريحة على طاولة الكاظمي، أن لك شعبا يريد ألا تذهب الأماني سدى.